الوطنية ليست شعارات ولا أناشيد ولا مظاهر احتفالية. الوطنية إيمان كبير يسكن قلوبنا وتعتنقه أفعالنا قبل أقوالنا، تعتنقه تصرفاتنا لتصبح واقعا ملموسا من الحب والاحترام والتسامح والاحتواء والقبول لبعضنا البعض، اختلفنا أم اتفقنا. أن نختلف من أجل الوطن، وأن نتسامح من أجل الوطن، أن نضحي ونؤثر ونتجاوز ونغض الطرف، أن نصبر ونصطبر ونحتمل بعضنا البعض، وننصف ونعترف ونقر بحق الآخر. هذه هي الوطنية التي لا يستأثر بها طرف على آخر أو جماعة على أخرى. هذه قيم الوطنية من أجل الحفاظ على بقايا وطن وعلى بقايا أمنه ومقدراته، دون مهيمنة أو استبداد، دون ما إلغاء أو إقصاء مهما تكن أسباب التباين والاختلاف. يقول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذا هو اختلاف السماء، وقد جعله الله سبحانه قيمة نبيلة بين الناس على تباين ألوانهم وأجناسهم وتوجهاتهم، من أجل البناء والتعايش الآمن، من أجل الخلق والحياة تحت ظلال الأوطان. انظروا اليوم باسم الوطن والوطنية إلى اختلاف أهل الأرض، وقد أصبح رذيلة بين الناس للهدم والشتات وبث سموم الفرقة والكراهية والتدمير والموت. إذن أيها الأحبة، محبة الأوطان كما قلنا ليست شعارات، ليست مفاهيم خطابية نتشدق بها أقوالا وكلمات، بل هي فكر راق يترجم قيم الإنسانية إلى أفعال جميلة تقرب قلوب الناس إلى بعضها البعض مهما اختلفت في مشاربها ومذاهبها. هي ثابت من ثوابت الكون والحياة، بها تستقيم الموازين وتنتظم. أخيرا أحبتنا، الوطنية إضافة إيجابية للناس والأفراد في قبول الآخر، في التفاعل معه، في الوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات، ليبقى الوطن شامخا قويا مهما تكالب عليه الأعداء. سامي العنسي.